فساد مستشر في المشاريع الحكومية يؤرق المواطنين ويهدد حياتهم في النجف. نفق المختار الذي أنشئ قبل 10 أعوام وبعدما صرفت عليه من أموال طائلة خرج عن الخدمة رغم عدم تسلمه من قبل الدوائر المعنية لأسباب فنية أضرت بجدرانه وملحقاته، وقد بدأ فعليا يهدد أرواح الناس الساكنين قربه والعابرين من خلاله. هذا النفق صار له 10 سنوات لا حد استلمه، لا المحافظة تقبل تستلمه ولا البلدية تقبل تستلمه. كل مطرة يزيح علينا النفق. طبعا لا تصور هنا شوفوا هذا النفق الرصيف كله دافع على المحلات وعلى البيوت. هاي البيوت كلها تفلشت. واشتكينا بالمحافظة ما فاد، اشتكينا بالبلدية ما فاد. وماكو وجه سياسي شاف هذا الفساد شنو. يعني ليش وقت احنا نبقى ناشد. نجفيون وصفوه بالمصيدة التي وضعت لتهديد حياة المواطنين، ويرجعون السبب إلى الفساد المستشري والتهاون في متابعة المشاريع الكبرى من قبل المسؤولين، وأصحاب المنازل يشتكون من التشققات التي أصابت منازلهم بسبب البنية الضعيفة للنفق. هذا النفق صار مثل المصيادة ساعة الساعة، يعني يقتل أرواح الناس ويعرض أرواح الناس للخطر، ومنعرف يعني شنو سبب تشد يصير ما أعرف، وهذا سبب الفساد وسبب فشل مشاريع المحافظة. بس هذا احنا نجي مدخل مع المحافظة، يعني هالدرجة متدمر انه الدور هاي المياه الآسنة اللي جاي تطلع بالنفق والريحة مدمرتنا. الدور كل مطرة قاعد يفيض النفق وجاي نسد وجاي يسبب مشاكل مرورية. هاي أرصفتنا تفلشت، بيوتنا بيها مشاكل هسان، هذا بيتنا هنا الحائط نازل 10 سنتيم جوا القاع، يعني احنا توقع علينا بيوتنا النفق هذا ما حد يشوف لحل إلا يقتل العالم ويوقع. تتهرب الجهات المعنية عن التصريح رغم وجوده كشاهد حي على الفساد الذي عرفت به المشاريع الحكومية في الحقب الماضية، وتساؤلات أين الرقابة الحكومية على المشاريع التي تشكل خطراً على أرواح المواطنين. من النجف طاهر العساف، قناة الفلوجة.